واوضح مدبولي ان المشروع الاخر ضمن توجيهات الرئيس السيسي هو انشاء 500 الف وحده سكنيه في عواصم المحافظات والاهتمام بالدخول في المدن القائمه واستغلال الاراضي المتاحه لاقامه وحدات سكنيه للشباب والاسر المتوسطه واشار رئيس الوزراء الى انه على ارض الشونه وارض المحله بالفيوم تم استغلال جزء من الارض لاقامه وحدات سكنيه لاهالي الفيوم سيتم طرحها في اقرب فرصه ممكنه قلنا بعد كده لمشروع اخر في فخامه الرئيس وجه بيه وهو انشاء 500 ألف وحده سكنيه في عواصم المحافظات. احنا الحقيقه المشروع ده يعني اهميته الشديده ان احنا طبعا متوسعين في برامج الاسكان المتنوعه ولكن دايما كان اساسها في المدن الجديده فكان دايما عندنا الرغبه بان احنا ندخل في جوه المدن القائمة بقدر الإمكان في أي أراضي متاحة نعمل عليها وحدات برضو تكون في متناول الشباب أو الأسر المتوسطة عشان تطرح لأهالي هذه المدن فالنهاردة يمكن على أرض ما نطلق عليه أرض الشونة وأرض المحلك ودي كانت أراضي كان زمان مستغلة من محلج الفيوم اللي اتعمل تطوير ليه وابتدى يشتغل بعد كان متوقف لعشرات السنين، استغلينا جزء من الأرض اللي فضيت منه بنعمل عليها مشروع إسكان يخدم أهالي الفيوم إن شاء الله وزي ما حضراتكم شفتوا مستوى تشطيب الوحدة على مستوى جيد جدا وإن شاء الله دي بتطرح في أقرب فرصة ممكنة لأهالي مدينة الفيوم.